السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي هي من ضمن الحوايج اللي مهمة جدا وكتكون شاك جور بالنسبة لأي توبوغراف، سواء ستاجير أو لا، سواء متمرس أو لا محترف، دائما كتكون هذه المسألة هذه في العمل ديالو، سواء في التيران سواء في البيو. دونك هذه المسألة هذه هي الميزوراج دي لونغور. دونك يعني حنايا شنو هي الحاجه اللي غادي نشوفو دابا؟ هي ميزوراج دي لونغور. واضح؟ دونك انا فاش كندوي على لونغور بطبيعه الحال كنكون كندوي على ديستانس، بطبيعه الحال كنكون كندوي على ديستانس. دونك اول حاجه خصني انا نعرفها هي اشنا هي بعد الديستانس، فهمتي؟ اشنا هي بعد لا لونغور، عفوا اشنا هي اللونغور، اشنا هي اللونغور في لا توبوغرافي. دونك لا لونغور في لا توبوغرافي هي لا ديستانس اونتر دو بوين. كلشي غادي يفهمها وكلشي غادي توضح ليه، حيت راه الامور سهله جدا. Longueur est l'âge, c'est la distance entre deux points. C'est facile ou simple, bzaf. Yeah. Donc, ou باش اننا نحسبوا هاد لا لونغور اولا نديروا هاد الميزوراج ديال هاد لا لونغور اللي هي كنعنيو بها لا ديستانس، بطبيعه الحال عندي جوج ديال لي ميزور. واضح؟ كاينين جوج ديال لي ميزور. عندي اول ميزور اللي خصني نعرف هي ميزور ديريكت، وكاينه سيجي ميزور، ياك ميزور انديريكت. واضح؟ دونك كاينه جوج ديال الحوايج باش انني ندير واحد ميزور ديال واحد لونغ اللي هي ميزور ديال واحد لا ليسانس. عندي جوج ديال الحوايج، ركز معايا، جوج ديال الحوايج، سواء انني ندير هذاك العبار بطريقه مباشره او لا ميزور ديريكت، او لا نديرو بطريقه غير مباشره، يعني عبار بطريقه غير مباشره، يعني ميزور انديريكت. واضح؟ كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي كيف ما كنعرفوا حنايا المترو، هذا المترو هذا ديال الخياط، وهذه مسطره، وهذا مترو كنشوفوه في لي شونتيي، كنشوفوه عند النجار. دونك عندنا ليه بعدا هو سميات، كنقولوا اما الروبان او الرولات، فهمتي؟ هاد المسائل هادي باش كنفرقوا حنايا ما بين ميزور ديريكت وما بين ميزور انديريكت. ميزور ديريكت، ركز معايا، ميزور ديريكت كنديرها انا شخصيا، يعني خصني انا نهز هذاك المترو ونعبر ونشوف ونقيد. دونك هادو هما الشروط، خصني انا خصني ندير مجهود باش انني نعبر هذاك هذيك المسافه ما بين دو بوين. واحد المساله اخرى، ما يمكنش انك تدير، ركز معايا على الامور اللي كنقول، هاد لي ميزور ديريكت ما كيتداروش لي ديستانس لي كبار، كيتداروش ليه، فهمتي؟ ما كيتداروش لي ديستانس لي هما كبار، كيتداروا لي ديستانس صغار، شحال 5 متر 10 متر 50 متر، ماشي مشكل، حيت كاينين لي رولات لي فيهم حتى 50 متر، فهمتي؟ مزيان. هنايا عرفنا دابا كيفاش انني ممكن نفرز ما بين واحد دار ديستانس او لا ميزور ديريكت وما بين واحد دار ميزور انديريكت. دونك خصني ندير انا ليفور ديالي، هادي اول حاجه خصني ندير ليفور ديالي، ولا ديستانس بطبيعه الحال ما يمكنش لي انني نديرها كبيره، ياك. ومن جل الامثله اللي يعني الماتيريال اللي كنحتاج باش انني ندير هاد الميزور ديريكت،
الرولات وقلنا الغيبان. واد الرولات والغيبان اللي كيف ما كتشوفوا هنايا في الصوره. واد دونك هاد لي ميزور ديريكت راهم باينين. واد كاينه واحد لوبيراسيون اخرى شنو كتسمى؟ كتسمى الجالونما. ركز على هاد المصطلحات. كتسمى الجالونما. هاد الجالونما علاش كنديروها؟ علاش كنديروها؟ عندها جوج ديال الحوايج. عندها لو بوت الاولاني هي اننا كنديرو لالينيومون، يعني كنقولو 3 بوين اليني، يعني كيمروا من نفس لا لين. واضح؟ دونك البرينسيپ الاولاني ديال هاد الجالونما هي كنديرو بها لالينيومون. ياك لو برينسيپ الثاني هي كنعبروا بها لي ديستانس اللي كيكونوا مثلا كبارين شويه. مثلا عندي 50، مثلا 50 50 50 50، اشنو كنمشي كندير؟ كندير جالونما. ياك كندير جالونما وكنبدا كندير روبون ما بين هذا وهذا وما بين هذا وهذا وكنديرهم اوريزونتال. يا حاجه اخرى اللي ممكن انني ندير فيها هاد جالونما، يكون عندي مثلا جبل، اشنو كنمشي كندير؟ كندير جالونما، نحط بوينه وبوينه كنعبر ما بين هادي وهادي، نعاود ثاني نحط بوينه وبوينه ونعبر ما بين هادي وهادي، نحط بوينه وبوينه ونعبر ما بين هادي وهادي، وغادي هكاك. علاش؟ حيت الا جيت انا درت البروجيكسيون لهاد النقاط هادو بتعطيني من هنا لهنا لا صوم ديالهم. واد لا صوم ديالهم مزيان. دابا باش نحاولوا حنايا نديطاييو المسائل دو ا ا زد، باش انت تكون فاش كتفهم تعرف اشنو بغيتي واشنو بغيت نوصل لك. مزيان. راه هاد لي ميزور ديريكت هما اللي فيهم هو اللي فيهم بزاف، اما راه لي ميزور انديريكت راهم باينين. فهمتي؟ لي ميزور انديريكت راهم باينين. مزيان. قلنا الجالونما، بعدا خصني نعرف l'opération qui consiste à aligner certain nombre d'objets. فهمتي؟ يعني هذا هو التعريف ديال الجالونما. فهمتي؟ يعني l'opération l'opération à aligner un certain nombre d'objets. فهمتي؟ certain nombre d'objets. يعني هذا هو الهدف. فهمتي؟ هذا هو الهدف ديالها. واضح الامور؟ وبهذا الجالونما هذا كندير واحد جوج ديال الانواع ديال لي ديستانس. واضح؟ كنديرهم بهذا الجالونما. ركز معايا وحاول كلشي تقيدو. بالجالونما كيمكن ليا انني ندير دو بروسيجور اخرين اللي هما ديستانس بارسييل وكذلك ديستانس كومولي. ياك ركز معايا، ركز معايا. نبقاو في هذا المثال، في هذا المثال اللي رسمت. الديستانس بارسييل هي اش؟ هي اش؟ هي انني كنعبر ما بين هنا وهنا كنقيدو مثلا 15، كنعاود نعبر ما بين هنا وهنا كنعاود نقيدو 12، كنعاود نعبر ما بين هنا وهنا مثلا 10، هنا وهنا 17. دونك هادو سو سون دي ديستانس بارسييل. يعني كيفاش؟ يعني ان لا ديستانس توتال قسمتها انا لدي ديستانس صغارين. فهمتي؟ قسمتها لدي ديستانس صغارين، هادي كتسمى ديستانس بارسييل. يعني كل قطعه عطيتها ديستانس ديالها بوحدها. فهمتي؟ كل قطعه درت لها لا ديستانس ديالها بوحدها. مزيان. بالنسبه للديستانس كومولي عندها طريقه اخرى. كيفاش؟ شنو كدير؟ مثلا عبرت في هذه 15
شنو خصك تعاود تجيب؟ كتعاود ترجع من البوان الاولانيه، كتعاود تعبر حتى لهنا، فهمتي؟ ولا بغيتي تعبر هادي خصك تجي من البوان الاولانيه عاوتاني وتعبر حتى لهنا، وتعاود ثاني الا بتعبر الاخرانيه تجي من هاد البوان هادي وتعبر حتى لهنا، فهمتي؟ يعني هادي هي دائما كنرجعوا للزيرو. يعني الا قال لك كيفاش كنعبروا ديستانس كومولي، كنقول دائما لا ريفيرونس ديالنا هو الزيرو، يعني البوان دو ديبار. دائما الا بغيت نعبر مثلا جوج ديال لي ديستانس خصني نعاود نرجع لسميتو. يعني الا بغيت نحسب انا مثلا هادي كندير الكبيره موان الصغيره وكنخدم، فهمتي؟ يعني راه الامور راه ساهله وبسيطه وما فيهاش شي حاجه اللي معقده، فهمتي؟ ما فيهاش شي حاجه اللي معقده بطبيعه الحال. مزيان. دونك هذا فيما يخص لي ديستانس او لا طبيعه الحال لي ميزور ديريكت ديال لي لونغور. بالنسبه لي ميزور انديريكت ديال لي لونغور باينه، يعني شي حد كيتدخل، شي حد كيتدخل، يعني ماشي انا اللي كنعطيها، كيعطيها شي حد. اول حاجه بطح لي في بالي لي ميزور انديريكت هي ستاسيون توتال او لا لاباري توبوغرافيك. لاباري توبوغرافيك هادي اول حاجه، ياك لاباري توبوغرافيك ستاسيون توتال. علاش؟ حيت انا كنورك على لا ديستانس ديالي، يعني كنورك على البوطون، ياك كنورك على البوطون وكتافيش ليا لا ديستانس، واش انا درت شي مجهود؟ لا، وركتنا غير على البوطون، ما مشيتش حتى للبوان وعاود جريت الرولات وكذا، لا ما درتش مجهود. يعني ماشي انا اللي درت هذاك العدد كله، لاباري اللي دارته، لاباري اللي كالكولات ليا، دونك ماشي انا، يعني بطريقه غير مباشره عبرتها. مزيان. حاجه اخرى كتسمى بلي في ستاديميتريك. لي في ستاديميتريك حنا مازال غادي نوضحوا هذه المساله، المهم غادي نقولها ولاني مازال غادي نوضحوها. لي في ستاديميتريك يعني بالنيفو، فهمتي؟ ما غاديش ندخل فيها بزاف ولاني غادي نشرحها من بعد. يعني كنستعملوا لي ديستانس بالنيفو، فهمتي؟ يعني كنجبدوا لي ديستانس بالنيفو، يعني حتى هنايا ماشي انا اللي درت ولاني لا فيزيت بالنيفو ديالي، نيفو دو شونتي، وقيدت درت الكالكول وعطاتني صافي، يعني ما مشيتش انا حتى للبوان. واضح؟ مزيان. مثلا ريزوليسيون تريونغ تيكون عند لي زاليمون، كنجبد لي ديستانس، فهمتي؟ بحال مثلا هنا ريزوليسيون تريونغ هنا بار دي زونغل ودي ديستانس، يمكن لي انني نجبد ديستانس اخرين، يعني بار ريزوليسيون تريونغ. دونك كاينين عندي بار اباري توبوغرافيك لا بار نيفو دو شونتي، يعني لي فيل ستاديميتريك بالضبط، لي فيل ستاديميتريك، وكذلك لي ريزوليسيون دو تريونغ. واضح؟ راه الامور سهله، امور بسيطه، امور اللي هي نقدر نقول لكم بايخه، كنحاولوا حنايا نزيدوا نبيخوها باش ما ولات القضيه بايخه، باش ما كتضمنك انك راه اي سؤال يطرح ليك راك انت قادر انك تسميت الجواب كيف ما كان السؤال. واضح؟ دونك اي سؤال كاين في هذا الكور هذا تواصلوا معايا عبر الجروب، ياك، باش انني نحاول نوضح اي حاجه ما كانتش واضحه. ومرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.